بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، لا نزال متواصلين وإياكم، وتواصلنا لا يزال مستمر من هنا من ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. إذن لا نزال متواصلين وتواصلنا مستمر. بسم الله نبدأ وعلى بركته نتوكل، ومنه نطلب التوفيق والسداد. أسعد الله صباحكم بكل خير. هو شوط الزمول، الشوط الرئيسي لأشواطنا العامة للزمول ينطلق. بسم الله نبدأ، ونبدأ رحلة الإذاعة معكم في مسافة 6 كيلومترات، وبنقول مشاغب على المركز الأول للسيد عبد الهادي بن عبد الله بن نايفة الهاجري، هو من يقود المسيرة مع مشاغب بن نايفة. ويسعد لي صباحك يا بن نايفة، هو رفيقنا يا بن نايفة ذاك اللي جبته لنا في مجلس التعاون، ان شاء الله يجينا. اذا نعود الى الصدارة، مشاغب لعبد الهادي بن عبد الله بن نايفة الهاجري، هو من يقود المسيرة ويتحكم بمجريات هذا الشوط. النقلة الى المركز الثاني، نقلتنا الى المركز الثاني لنجد مجد لعلي بن دلوان المري، يتواجد مع مجد على المركز الثاني. نقلتنا والدور على المركز الثالث، هنالك مشهور للسيد محسن بن حزام بن راشد بن ديلة المري، يتواجد مع مشهور أو مع مجد عفوا. النقلة على المركز الخامس أو الرابع يتواجد فيه اللي هو الذيب للسيد عبد الله بن محمد القريوي، يتواجد مع الذيب على رابع المراكز. والنقلة إلى المركز الخامس، هنالك مصيحان لسيد زايد بن خميس المريخي، ويسعد لي صباحكم يا أهالي روضة راشد. نعود إلى الصدارة ونعود إلى المقدمة عند مشاغب، مشاغب على المركز الأول، ومشاغب على الصدارة، ومشاغب على رأس حربة هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام، مشاغب يقود هذا الشوط ويتحكم بالمسيرة، والكنترول معك يا عبد الله أو يا عبد الهادي بن عبد الله بن نايفة يا الهاجري على المقدمة وعلى المركز الأول. نقلتنا إلى المركز الثاني لنجد هناك مجد علي بن دلوان المري، ما حصل عليه تغيير مجد للسيد علي بن دلوان المري على المركز الثاني. النقلة على المركز الثالث لنجد الذيب عبد الله بن محمد القريوي، يتواجد مع الذيب على المركز الثالث ورابع المراكز، مشهور للسيد محسن بن حزام بن ديله المري. محسن بن حزام بن ديله هنا في الهجن، ومحسن بن حزام بن ديله هنالك في الفروسية. النقلة على المركز الخامس اسم جديد ينضم لنا اللي هو هملول للسيد سعيد بن طفله المري، يتواجد هملول على خامس المراكز. سلام سلام يا بن طفله، داخل بهملول ونازل بهملول في هذا الشوط، وهذه السلاله الهملوليه مع هملول في هذا الصباح الباكر وفي هذا الشوط الرئيسي في أشواط العامة للزمول. وما ننسى أن هذا الشوط تأهيلي يؤهل إلى سباقات دول مجلس التعاون الخليجي، وها نحن نسير وها نحن نتقدم بقيادة اللي هو مشاغب على المركز الأول. وهذا شعار عبد الهادي بن عبد الله بن نايفة الهاجري، يتواجد على المركز الأول مع مشاغب. سلام على مشاغب، ويا سلام على صدارة مشاغب. النقلة على المركز الثاني، أجد وأشاهد شعار بن طفلة يتواجد مع اللي هو ملول
هملول السيد سعيد بن طفله المري على المركز الثاني. وها هي المسافه مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء تنتصف امام وتحت اقدام مشاغب للسيد عبد الهادي بن عبد الله بن نايف الهاجري. النقله الى المركز الثاني قلنا لنشاهد هملول السيد سعيد بن طفله المري يتواجد مع هملول. نقلتنا على المركز الثالث، المركز الثالث ام صيحان زايد بن خميس المريخي يتواجد ممثل لاهالي روضه راشد في هذا الصباح. النقله الى المركز الرابع، المركز الرابع ذيب عبد الله بن محمد القريوي يتواجد مع ذيب على رابع المراكز. وخامس المراكز صراع على المركز الخامس، ولكن ارى واشاهد مجدي علي بن دلوان المري يخلص ويخلص المركز الخامس. يا سلام يا سلام يا سلام، الله 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 الله، غير بن طفله غير مع هملول لسعيد، عفوا لسعيد بن طفله المري هملول على المركز الاول وعلى الصداره. هملول 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 هملول، يا سلام، شوط التأهيل وشوط الأشواط، الشوط الرئيسي للزمول لأشواطنا العامة، الشوط السابع بالترتيب لمسافة الست كيلومترات. من يظهر بهذا الشوط؟ والكلمة لمن؟ والشوط لمن؟ في هذا الشوط وفي نهاية هذا الشوط نشاهد ونتابع هملول لا يزال يرقص على المركز الأول. ويا محل الرقص مع الزمول، ويا مجمل الرقص مع الكبار، عندما يتحدث الكبار وعندما يتكلم الكبار. ياه شوط لا لقايا ولا ثنايا ولا جداع، الكبار الكبار الكبار، شوط الزمول. هنالك هملول على المركز الأول للسيد سعيد بن طفله المري ينطلق، ولكن الضغوطات مستمره من قبل مصيحان لزايد بن خميس المريخي يتواجد مع مصيحان على المركز الثاني. مصيحان المريخي على المركز الثاني، الدور على المركز الثالث، وبنقول اللي هو الباز، اول نداء للباز للسيد غانم بن محمد بن زايد الخيارين عتيق بن قريع المري يقوده في هذه الانطلاقه. النقله على رابع المراكز، اسم جديد ينضم لنا اللي هو الحنيش للسيد عفاس بن صالح الكربي، ينطلق مع الحنيش، الدور على المركز الخامس. هنالك ايضا اسم جديد ينضم لنا اللي هو الواصل للسيد خليفه بن عبد العزيز العطيه، يتواصل معاه عايض بن عبيد المري في عملية التضمير. اللي هو الواصل، واصلكم بن عطية على المركز الرابع. نعود عند بن طفلة، نعود إلى المقدمة، إلى اللي هو في صدارة الشوط هملول، هملول ويتحكم بمجريات الشوط. هذه السلالة الهملولية العريقة، سلالة من الطراز الأول على المركز الأول وعلى الصدارة، وبنقول كيلو أخير. أرجوكم يا جماهيرنا أنكم تتفاعلون معنا بصيحاتكم وبنداءات السيارات. يلا يا جماعة، يلا يا جماعة، ولعونا الشوط وحركونا الشوط، خلوه شوط النار، خلونا نسميه شوط النار، الشوط الرئيسي للزمول. حرك بن طفلة، حرك بن طفلة، وهملول استجاب إلى نداء بن طفلة وتحرك إلى المقدمة وانطلق، ولكن الضغوط مستمرة من قبل الباص لغانم بن محمد بن زايد الخيارين. عتيق بن قريع يقوده في عملية التضمير. يا سلام، الباز الباز غير في هذه اللحظات، وهملول يتراجع إلى المركز الثاني. يمضي الباز، يمضي الباز للعائدة ملكية السيد غانم بن محمد بن زايد الخيارين، غير على المركز الأول. يا سلام يا سلام يا سلام، الشوط الرئيسي، شوط الزمول، شوط الزمول بقيادة غانم محمد بن زايد الخيارين وبقيادة عتيق بن قريع المري على الأمتار الأخيرة. الباز الباز الباز، والتهاني والناموس لك يا غانم يا بن محمد يا بن زايد الخيارين.
تهانينا والناموس والتهاني موصولة إلى السيد عتيق بن قريع المري المضمر، مضمر الباز في هذا الشوط الرئيسي، الشوط الرئيسي للزمول، الشوط الرئيسي للزمول. تهانينا والناموس غانم محمد بن زايد الخيارين، والتهاني لعتيق بن قريع المري. أما في المركز الثاني هملول لسعيد بن طفله المري، والمركز الثالث من نصيب الواصل لخليفة بن عبد العزيز العطية، والمركز الرابع من نصيب الذيب أو مساح لعبيد بن شيلان المري، والمركز الخامس من نصيب شاهين السيد مسفر بن سفران المري. تهانينا والناموس مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء للسيد غانم بن محمد بن زايد الخيارين على فوز الباز في المركز الأول، قاطع المسافة بتسع دقائق وأربعة وأربعين ثانية وتسع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لغانم محمد بن زايد الخيارين، نزفها له عبر الهواء مباشرة، والتهاني موصولة للسيد عتيق بن قريع المري ما في المركز الثاني. وصلنا فيه هملول قاطع المسافة بتسع دقائق وأربعة وأربعين ثانية وخمسة عشر جزء من الثانية. تهانينا للسيد سعيد بن طفلة المري، المركز الثالث كان من نصيب اللي هو 17 اللي هو الواصل، الواصل قطع مسافة 6 كيلو مترات بتوقيت وقدره. المركز الثالث لحظات وصول الواصل 6 دقائق 51 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد خليفة بن عبد العزيز العطية، والتهاني موصولة للسيد عايض بن عبيد المري. تهانينا مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء لجميع الفائزين.